رامي مالك أو رامي سعيد مالك شاب أمريكي أو ممثل أمريكي من أصول مصرية. امبارح مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المصري اتملى بصورة الراجل اللي قدامكم ده، الممثل رامي سعيد مالك، أمريكي من أصول مصرية، كأول مصري عربي يحصل على جائزة، هي جائزة أوسكار 2019 لأفضل ممثل. رامي أو الممثل رامي مالك وهو زي ما قلنا من الأصول المصرية، ابن الصعيد أو ابن المنيا، تم حصل امبارح على جائزة أفضل ممثل عن الدور اللي جسد فيه شخصية فريدي أو الموسيقار فريدي. هو موسيقار مشهور في فرقة اسمها كوين، شركة فرقة بريطانية مشهورة جدا بتغني راب. أيضا بسبب الشهرة الكبيرة اللي زاعت لرامي خلال اليومين اللي فاتوا، بحثنا عن أصله عشان الناس كلها تعرف احنا ليه بنتكلم عن رامي وليه المصريين بيتكلموا دلوقتي عن رامي وليه رامي بالذات. رامي هو اللي اتولد في 1981 في لوس أنجلوس في كاليفورنيا بأمريكا. رامي كمان ابن أسرة قبطية أرثوذكسية مصرية الأصل. رامي كمان والده اسمه سعيد الراحل مالك، وكان شغال في الإرشاد السياحي أو كان شغال مرشد سياحي. أما والدته فكانت تعمل كمحاسبة، بدأت شغلها محاسبة في ديوان المحافظة في محافظة المنيا، وبعد كده هجرت مع جوزها لأمريكا وولده أو اتولد مالك سنة 1981. مالك كمان من المعلومات المشهورة عن مالك إن عنده أخ توأم بنفس الشكل وبنفس الهيئة ونفس الصورة، وهو سامي مالك أخو رامي المطابق له في الشكل والصفات، بالإضافة إلى أخت تعمل طبيبة. هاشتاج رامي مالك تصدر الترند في مصر خلال الساعات اللي فاتت بعدد تدوينات 71,000 تدوينة، الهاشتاج الأكثر تدوينا في مصر خلال الساعات اللي فاتت. المصريين تناقلوا صور رامي وأخبار رامي، الشخصية الأشهر دلوقتي في تاريخ أو في السينما الأمريكية بعد حصوله على أوسكار 2019. بعض من هذه التغريدات أو بعض من هذه التدوينات من دكتور سمايل بيقول: إحنا كمصريين عندنا صلاح فخر العرب في الرياضة، عندنا كمان رامي مالك فخر العرب في الأوسكار، نجيب محفوظ فخر العرب في الأدب، زويل فخر العرب في الفيزياء، مجدي يعقوب فخر العرب في الطب، وأخيرا وليس آخرا عندنا السيسي فخر العرب والعالم في الطب والفلسفة. طبعا المصريين رغم كلامهم عن رامي مالك الممثل اللي حصل على أوسكار ما نسوش ان هم يتكلموا عن السيسي وعن اللي بيعمله عبد الفتاح السيسي، وان رامي نموذج لشاب مصري وان كان ولد في امريكا، الا انه اتيح ليه الفرصه او كلما اتيحت الفرصه للمصريين او للشباب المصريين بيثبتوا نفسهم زي ما عمل رامي مالك. تدوينه كمان تحت نفس الموضوع من رضا بيقول: سيظل المصري يثبت انه يستطيع أن يكون الأفضل في أي مجال إلا العدل والحق، حجزنا مكاننا بين الأسوأ والبركة في العسكر أو في عبد الفتاح السيسي وحكم العسكر اللي خلى مصر واحدة من أسوأ الدول في معدل الحرية، واحدة من أسوأ الدول في حقوق الإنسان في العالم. تدوينة كمان تحت نفس الموضوع من مفتش مراجيح المولد، مفتش مراجيح المولد بيقول: واحد صعيدي من صملوط فاز بأوسكار أفضل ممثل، رامي مالك عاش يا أبو عمه. طبعا المصريين وتعليقاتهم ما خلتش من السخرية، ما خلتش كمان من الفكاهة، بسبب أن رامي مالك ابن الصعيد ابن صملوط ابن محافظة المنيا، مرة واحدة بقى الشاب أو الشخص الأشهر في السينما العالمية والأمريكية. آخر تدوينة في الموضوع باخدها من محمد محمود بيقول: لو كان فضل في مصر كان هيبقى طموحه أنه يرقص زي محمد رمضان في أنا مافيا، وده بيفتح لنا ملف الشباب في مصر، ملف القدوة في مصر. يا ترى رامي مالك لو فضل موجود في مصر، يا ترى رامي مالك لو كان اتولد في مصر ما كانش اتولد في كاليفورنيا، يا ترى رامي مالك لو كان درس
وعاش في مصر، مصر العسكر، اللي لو اتولد رامي كان زمانه مولود وعايش لحد النهاردة تحت ظل حكم العسكر اللي بيحكمنا تقريبا من سن رامي خلال الكام سنة اللي فاتت.